كمال وزير بترول الأسبق. أولا سيادة الوزير مساء الخير، ماذا عن هذا المؤتمر؟ ماذا عن أهمية هذا المؤتمر؟ إيه الرسائل اللي احنا ممكن نقولها من خلال وجود هذا المؤتمر للدورة السادسة في مصر؟ مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد وعلى جمهورك. إقامة هذا النوع من المؤتمرات الحقيقة بيوصل رسائل عديدة. نمرة واحد، أنت بتعمل ترويج لجميع مشروعاتك اللي شغالة في قطاع البترول والغاز، وبتضع مصر على خريطة المؤتمرات المتخصصة الدولية في هذا النشاط. احنا عندنا 3 مؤتمرات دولية في هذا الأمر، بقوا معروف أماكنهم وتوقيتاتهم. في عندنا مؤتمر في دبي بيبقى في شهر 11، في مؤتمر في بيتعمل في ألمانيا أعتقد بيبقى في شهر 9، ومؤتمر مصر اللي بيبقى في شهر فبراير. فهذا المؤتمر النهاردة بيحط مصر على خريطة المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال صناعة البترول والغاز. ده نمرة واحد. على هامش المؤتمر بتأتي كل كبريات الشركات العالمية وتبتدي تناقش مع المستثمرين المصريين ومع بعضهم الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر بصفة خاصة، وطبعا بقية الفرص الاستثمارية اللي موجودة بره بصفة عامة. بيتناقش الجميع وبيتقابل الجميع وبيتبادلوا الأفكار والرؤى، وده بيبقى شيء جيد جدا بالنسبة للصناعة مصر، إنك تجمع كل الشركات في مكان واحد والشركات المصرية توصل لها. جنب كده بتبقى في مجموعة فوائد بنسميها فوائد سنوية. احنا صناعة سياحة المؤتمرات لسه ما هياش منتشرة عندنا قوي. يمكن حضرتك تذكر مثلا ان احنا عندنا في بلد يعني في دبي مثلا في جميرة منطقة بيقام فيها 52 مؤتمر على مدار ال 52 اسبوع. نتمنى طبعا ان مثل هذا النوع من صناعة سياحة المؤتمرات انه يبقى موجود عندنا في مصر، لانه جنبيه بيشغل فنادق، بيشغل بعض الزيارات للاماكن الاثرية، بيدي صورة طبيعية لمصر، صورة واقعية لمصر، بيوصل للناس الاستقرار الامني اللي موجود في الشارع، الاستقرار السياسي لما الناس بتقابل مع السيد الرئيس، والسيد الرئيس بيجي يحضر بنفسه الافتتاح، فبيضفي قوه وبيوصل للناس رسائل على استقرار الاستثمار في هذا القطاع، وممكن ان تنقل هذه الرسائل لقطاعات اخرى في الدوله بمجرد ان الناس تشوف مصر على حقيقتها. اللي بيجي في مصر وبيعيش الحياه وبينزل بالليل وبيمشي وبيروح خان الخليل وبيروح الهرم وبيعيش في منطقه المؤتمر وبيتقابل مع المصريين وبيتقابل مع الاجانب، يرجع لدولته ينقل صورة حقيقية بخلاف تلك الصورة التي تنقلها بعض قوى الشر اللي هي بتحاول تشتغل ضدنا في مجال الاستثمار. سيادة الوزير، لو النهاردة احنا بنتكلم على انه جذب استثمارات في مجال الطاقة، بنتكلم على غاز، بنتكلم على بترول، وسيادة الرئيس النهاردة اتكلم بشكل واضح على منتدى غاز الشرق المتوسط، يعني هيكون مؤثر ويخفف عن جانب كبير من مشاكل التي تعاني منها أوروبا. سيادة الرئيس، ماذا يقصد من هذا الكلام؟ وأهمية أيضا مرة تانية بنتكلم على المنتدى، الرئيس اتكلم على الدول كمان اللي هي موجودة في هذا المنتدى. منتدى شرق المتوسط، الفكرة اللي نشأت في مصر سنة 2019 وتبنتها مصر واحتضنتها وأقامت هذا المنتدى وانضمت إليه دول أخرى خارجية بخلاف دول المنتدى، كان وضع نصب أعينه أنه يستفيد من البنية الأساسية اللي موجودة في مصر ربطها بالمستهلكين النهائيين، خاصة وان منطقة شرق المتوسط بيقال ان يعني الابحاث والتقارير الصادرة والتقارير المسح الجيولوجي والسيزمي وخرائط الاقمار الصناعية بتشير ان المنطقة دي فيها من 230 الى 300 تريليون قدم مكعب غاز احتياطي، وده رقم كبير جدا. طيب ايه الدول المؤهلة في هذا المكان انها تنقل كميات يعني جزء من هذه الثروات الى دول اوروبا في حال الاحتياج اليها؟ مصر هي الدوله الوحيده المؤهله في الشرق المتوسط لهذا من خلال شبكه المواسير الرئيسيه الكبيره الممتده في المياه العميقه في البحر المتوسط، واللي بتربط جيراننا سواء حاليا المنتجين حاليا زي اسرائيل او قبرص، او اللي محتمل دخولهم على خريطه الانتاج مستقبلا زي لبنان وزي فلسطين. تقدر تنقل الانتاج بتاعهم الى الشبكة، ومن الشبكة الى محطتين الاسالة اللي هم الاكبر في منطقة شرق المتوسط لان مفيش غيرهم، وبالتالي يمكن توصيل هذا الغاز. وقد حدث بالفعل اثناء الازمة الروسية الاوكرانية انه كميات الغاز المصدرة من مصر زادت خلال هذه الفترة، ويمكن زي ما السيد الوزير اعلن اليوم ان كميات الغاز اللي تم تصديرها خلال العام ده 18 مليار تصل الى 18 مليار دولار، منهم
8 مليار بس في اخر 3 اشهر في السنه الماضيه. فده بيوضح قد ايه اهميه هذا يعني هذه الشبكه وهذه البنيه الاساسيه اللي تقدر ان انت تعمل بيها يعني مركز اقليمي للطاقه كما ينبغي ان يكون. طيب مساله انه تعمل محطه النهارده هل صعب؟ يعني لو حد يفكر يعمل محطه يقول لك ان انا انافس مصر، هل صعب يعمل محطه؟ ولو هيعمل ممكن تتكلف قد ايه النهارده وتاخد وقت قد ايه؟ هو ما فيش حاجه في الدنيا صعبه، بس كل حاجه بتاخد وقت وفلوس. يعني انت عشان تعمل محطه مشابهه مثلا اللي موجوده في دمياط او في ايدكو، انت بتتكلم من 12 ل 15 مليار دولار على الاقل، ومش اقل من سنتين الى ثلاثه لو انت بتتكلم يعني على بروجرام سريع. لو هتمشي في نطاق المشروعات العادي، هذا النوع من المحطات بياخد من 3 إلى 5 سنوات للبناء. فعملية يعني تاخد وقت يعني. وبعدين ايه اللي هيخلي حد يروح يبني محطة ويحط فيها استثمارات 15 مليار دولار وهو يقدر يحط ده كتكلفة تشغيلية على المليون وحدة حرارية تبقى قيمة بسيطة ويقدر يصدر ويوفر البنية الأساسية طالما البنية الأساسية موجودة عند غيره يعني. سيادة الوزير، النهاردة يمكن كان في جزء من الكلام وكلام حتى سيادة الرئيس على انه استثمارات ما كانتش كافية الفترة الماضية، او كان في بعض المخاوف من الاستثمار في هذا المجال. هل وارد النهاردة يبقى في ضخ اكتر استثمارات في عملية الاستكشافات او البحث عن الغاز والنفط؟ طبعا مع حالات السيولة السياسية والامنية الاستثمارات بوجه عام بتبقى مشوبة بالحذر. نعم، ويمكن ده واضح لو بصينا على ارقام الاستثمارات في الفتره من 11 مثلا ل 14 ل 15، هنلاقيها انها نزلت من معدلاتها العاديه اللي هي 8.5 مليار دولار مثلا ل 6.5. بعد كده بدات ترجع لمعدلات فوق الطبيعي. يعني انت بتتكلم النهارده ان معدلات الاستثمار الطبيعيه في مجال البترول والغاز في مصر في حدود 10 مليار دولار سنويا. هل ده طبعا يعني ده رقم كويس ولا ممكن يبقى يزيد اكتر؟ هذا الرقم طبعا قابل للزياده جدا من خلال اقامه مشروعات تعتمد على ما لدى مصر البنيه الاساسيه في هذا الاطار. لان القصه مش مساله خط مواسير لنقل الغاز ومحطات اساله، لا، قصه جاهزيه لاقامه مصانع بتروكيماويات، لاقامه مصانع هيدروجين اخضر، لاقامه مصانع امونيا خضراء، لاقامه موانئ للشحن بالكلين انرجي او الطاقه القدراء زي ما بنقول. فلا، هنا هذه الارقام مرشحه طبعا بقوه للازدياد. النهارده الوزير طارق البله، مهندس طارق المله وزير بترول، بيتكلم على طرح مزايدات عالميه في لعدد من المناطق خلال هذا العام. حضرتك تتوقع المناطق دي فين؟ هل بنتكلم بحر احمر ولا متوسط او الاثنين مع بعض؟ احنا بنتكلم في 4 مناطق. لدينا 4 مناطق قابلة للعمل. عندنا في مناطق البحر المتوسط، في مناطق في غرب الحدود المياه الاقتصادية المصرية خاصة في المياه العميقة، في عندنا مناطق في الصحراء الشرقية، ومناطق في الصحراء الغربية، ومناطق في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود. التحديات ايه اللي بتواجه النهاردة قطاع الطاقة او قطاع النفط والغاز؟ ايه التحديات العالمية اللي اشار ليها وزير بترول النهاردة؟ التحديات العالمية النهاردة الحقيقة يعني معظمها مركز قوي في مجال النقل والنقل والتموين المستمر. ويمكن ده عنوان المؤتمر كان السنة دي زي ما قاله المهندس طارق، تأمين منظومة النقل، نقل المواد البترولية. لأنه هناك دول كبيرة تستطيع أنها تنتج كميات كبيرة من البترول والغاز والمنتجات، لكن مع حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية اللي بتحصل، فبيحصل أنه بيحصل حالة خوف من نقل المنتجات البترولية، بيحصل حالة هلع وتخزين كتير. ده بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، بيؤدي إلى عدم وصول للمواد البترولية لبعض الدول التي قد تكون فيها مناطق ملتهبة. النهاردة المنظومة بتاعت النقل دي منظومة في غاية الأهمية، ويمكن عشان كده بنقول أن من ضمن الحاجات الجيدة جوه مصر منظومة النقل اللي هي مربوطة من عندها بدول مجاورة. احنا بنقدر نوصل لغاية الأردن بخطوط أنابيب، بنقدر نوصل من خلال الشبكة الموحدة، سواء بنوصل بمنتجاتنا
على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط نعم من خلال محطات الإسالة، بنقدر نوصل لأوروبا للمواني الأوروبية المحتاجة. فهنا يعني لدينا منظومة قوية الحمد لله. سيادة الوزير، النهارده ايضا سيادة الوزير طارق كان بيتكلم على من هنا لحد 25 في عمليه خاصه بحفر اكثر من 300 بئر. ده يعني هل انت لما بتتكلم على عمليات حفر يبقى انت تاكدت انه هنا في غاز او بترول ولا بتستكشف؟ الارقام ديت بتتكلم على حاجتين، على مناطق جديده يتم الاستكشاف فيها لاول مره، وعلى مناطق قائمه بالفعل لم يتم استغلالها بالكامل وفيها يعني ابار واعده انها تحفر نتيجه الابحاث اللي موجوده فيه. فده بيعبر عن الحاجتين، الابار الجديده، المناطق الامتياز الجديده اللي تم طرحها بناء على دراسات وتقارير وفيها بوتنشال عالي او فيها احتماليات عاليه جدا لتواجد المواد البتروليه، او في المناطق اللي تم يعني انت لو تذكر كنا عملنا مداخله من فتره حوالي 6 شهور على شركة عجيبة مثلا، جماعة أجب برضو كانوا بيطوروا إنتاجهم في منطقة في الصحراء الغربية في شركة عجيبة، وقدروا إن هم يحسنوا الإنتاج ويطلعوا كمية إضافية 10,000 برميل في اليوم. فده في منطقة امتياز ما هياش جديدة، هي منطقة امتياز قديمة لكن تم تطوير. فاللي بيحصل النهاردة زي ما بنقول إحنا بندي مناطق امتياز للشريك الأجنبي بيبتدي يدور فيها تباعا، لأن فترة الامتياز تبقى 25 سنة، هو ما بيشتغلهاش كلها مرة واحدة، بيشتغلها تباعا. طيب النهاردة رئيس شركة بي بي البريطانية طبعا بيتكلم على ضخ استثمارات حوالي 8 مليار دولار أخرى. طبعا شركة بي بي اللي هي بريش بتروليوم يعني من الشركات العملاقة على مستوى العالم، وهي من إحدى الشركات العاملة في مصر منذ فترة طويلة جدا، ولديها استثمارات جيده في مصر، ومن يعني دايما حرصها على التواجد بيؤكد انه مناخ الاستثمار بالنسبه لهم مناخ جاذب وانه بيحقق اقتصاديات تشغيل جيده. بيفرق معانا ايه ان احنا نوصل غاز للبيوت عن النهارده المهندس طارق كان بيتكلم على 1.2 مليون وحده سكنيه، ده بيوفر لنا ايه؟ بيوفر لنا اولا فلوس، ويوفر لنا ايه بالنسبه لاستخدام البوتاجاز؟ احنا تقريبا بنستورد 50% من استهلاك البوتاجاز المحلي. فاستهلاك البوتاجاز المحلي ده يعني النهارده تكلفه انبوبه البوتاجاز ما بين ما ينتج محليا وما يتم استيراده في حدود 8 دولار. 8 دولار يعني بتتكلم ب 240 جنيه تكلفه انبوبه البوتاجاز. اللي فيها 12 كيلو ونص. طيب المواطن بيشتريها النهارده ب 75 جنيه، فعليها دعم حوالي 165 جنيه، ده رقم كبير جدا. طيب لما نوصل مكانه غاز، احنا بنوصل المتر ب 4 جنيه، في المتر ده يكافئ تقريبا كيلو بوتاجاز، في 12 ونص يبقى ب 50 جنيه، يبقى معنى كده المواطن بدل ما يدفع 75 دفع 50، والدوله بدل ما تدعمها ب 165 ما بقاش فيها دعم. فانت بتوفر للدوله يعني بتوفر للمواطن من الناحيتين. ليه؟ لان الوفر اللي انت بتوفره من دعم اللي بتحطه الدوله، دولة هتعيد توجيهه في حاجة تانية، تعيد توجيهه في صحة، تعيد توجيهه في تعليم، تعيد توجيهه في محطة مياه، في محطة صرف. نعم، فإذا النهاردة بتقدر بالتوصيل ده بتوفر فلوس أو تقدر كمان طبعا والدعم طبعا. والدعم الكبير اللي احنا بندفعه مقابل الأنبوبة الواحدة بقدر أوفره، يعاد توجيهه لمناطق أخرى قد تكون أكثر أهمية. نعم، الاماكن الواعده عندنا ايه؟ لانه بنتكلم على البحر الاحمر لحد دلوقتي لسه لم يتم الاعلان عن اكتشافات حقيقيه، هو لسه اتعمل اعتقد البحث السيزمي مش كده؟ هو احنا كنا دخلنا قطاع البترول، كان دخل شركه صينيه وشركه انجليزيه من حوالي 3 سنوات، واخرجوا يعني ما طلعوا مجموعه من التقارير والمسوحات، ابتدت تترصد فعلا في البحر الاحمر بناء على هذا الكلام حوالي 4 مناطق. الشواهد بتقول انه جيراننا في المملكه العربيه السعوديه في المناطق المقابله لينا اكتشفوا كميات جيده من الغاز والبترول، فده بيدي احتماليات كبيره ان شاء الله ان يكون هناك خير كثير في هذه المناطق. اشكرك شكرا جزيلا مهندس اسامه كمال وزير بترول اسبق، كل التحيه لحضرتك.